أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم مجددين لقاءنا الأسبوعي ونبدأه بأبرز العناوين. الراهبات الكمبونيات في عمان يحتفلن بعيد مؤسسهن. الأردن يحتفل بيوم السياحة العالمي. كنيسة القديس جوارجيوس في الكرك ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضاً من القدس 25 عاماً على تأسيس رهبنة الكلمة المتجسدة في الشرق الأوسط. أهلاً بكم. العاشر من شهر تشرين أول من كل عام عيد القديس دانيال الكمبوني مؤسس رهبنة القلب الأقدس، أعلنت قداسته على يد البابا القديس يوحنا بولس الثاني عام 2003. وفي عمان، حيث احتفلت الراهبات الكمبونيات بهذه المناسبة خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير. إلى المزيد. قداسنا محبة، قداسنا محبة. احتفلت الراهبات الكمبونيات في كنيسة القديس يوحنا دي لاسال الفرير بعيد مؤسسهم القديس دانيال الكمبوني، وذلك بقداس احتفالي ترأسه الأب عصام الصعمط راعي الكنيسة، وعاونه الأب فراس حجازين والشماس بيرو، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجوقة وشبيبة الكنيسة وجموعا من المؤمنين وأبناء الرعية الذين احتفلوا بالذبيحة الإلهية على وقع الترانيم التي أحيتها الدكتورة باسمة السمعان. اترك كل شيء، طات كل شيء، واحمل الصليب تعال، تجد الراحة والهدوء، لن يخيب ظنك تعال. وقال الأب الزعمط في عظة القداس أن القديس الكمبوني يعلمنا أن نعمل مع فقراء العالم ونشاركهم المحبة والرحمة، مضيفا أن كل المنافع الأرضية تبقى ناقصة إذا لم ترافقها اضطهادات وصعوبات وصلبان يجب أن نتحملها، لكن كل هذا ليس بشيء تجاه المكافأة في السماء، وهي الحياة الأبدية التي تنتظر كل إنسان يتخلى عن خيرات الأرض. ويذكرنا يسوع بأن كل ما ينتمي إلى الأرض هو عابر، هو نسبي، بينما كل ما ينتمي إلى السماء فهو أبدي. اتباع يسوع يعني أن نتجاوز حتى بالفكر والرغبة حدود هذا العالم المادي العابر، حدود المال. اتباع يسوع يعني أن نعمل على هذا الأساس مهما كلفنا هذا العمل من تضحيات وتحمل الصلبان في الحياة. أخيراً، يذكرنا يسوع أن من يدخل ملكوت السماوات هو من أحب الله فوق كل الاعتبارات المادية من ثروة ومجد أرضي. آمين. ولينزل إنعام إلهنا علينا، ربنا يسر لنا عمل أيدينا، أيد ما عملت أيدينا. ورفعت الطلبات ووضع التقادم أمام مذبح الرب، ضارعين فيها لله أن يحفظ شعوب العالم وأن يعم السلام والوئام أرجاء المعمورة. وفي ختام القداس، قدمت الأخت وجدان مكرم من راهبات القديس الكمبوني كلمة شكرت بها جميع الذين حضروا وشاركوا بعيد مؤسسهم. خلاص أفريقيا بواسطة الأفارقة. بحبك تغدو حياة. Bye.
تحت رعاية وزيرة السياحة والأثار لينا عناب، نظمت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة مسيرة احتفالية بيوم السياحة العالمي 2018، إيماناً بأهمية السياحة للاقتصاد الوطني. السير عبر الزمن من الماضي إلى الحاضر هو عنوان لنزهة ثقافية موجهة لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المساندة، حيث ابتدأت الرحلة من دوار باريس في منطقة جبل الويبدة إلى منطقة العبدلي. وهدفت المسيرة إلى الجمع بين قطاع السياحة والقطاعات المساندة الأخرى في حدث ممتع هدفه التعريف بأهمية السياحة ومقوماتها على الصعيد المحلي، ووضع الأردن على الخارطة الدولية لتأخذ مكاناً بين الدول الأخرى المحتفلة على لائحة منظمة السياحة العالمية. ابتدأت نقطة التجمع والمسير باتجاه منطقة العبدلي في مجموعات يرافقها مرشد سياحي يأخذهم في رحلة في منطقة العبدلي انتهاءً بالبوليفارد، حيث التقى المشاركون ببعض الشخصيات المؤثرة في قطاع السياحة، بالإضافة لعرض مجموعة من الفيديوهات السياحية وإقامة عدد من الفعاليات التي تعرض المنتجات المحلية من الأطعمة وبعض الحرف اليدوية وفعاليات للأطفال. احنا بنحتفل بيوم السياحة العالمي امتداد للأنشطة اللي عم تنظمها الوزارة مع القطاع الخاص في الاحتفال في الشعار اللي أطلقته منظمة السياحة العالمية، السياحة والتحول الرقمي، الوزارة وهيئة تنشيط السياحة وكل الجهات بتقاطع عملها مع عمل الوزارة والمجتمع المحلي في الأردن وكل دول العالم تحتفل في هذا النشاط، وعرف دولي وتقليد متعارف عليه في كل العالم. في دور واضح وبارز بتقوم فيه الوزارة والهيئة بالاعتماد على التكنولوجيا في الدعم السياحي، خاصة أنه هذا العام الشعار أو بعنوان السياحة والتحول الرقمي اللي أطلقته منظمة السياحة العالمية، وهذا يدل على شيء يدل على مدى اهتمام الأردن في نشر رسالة الأردن إلى كل مكان في العالم باعتماد على منصات التواصل الاجتماعي ورقمنة السياحة في تقديم خدمات الطعام والشراب والإيواء وحجز التذاكر في الوقت اللي اختلف وتنوعت عملية الحجوزات للمتلقي الخدمة من الذين يريدون أن يقضوا إجازاتهم في الأردن أو خارج المملكة. توجهات السياحة اختلفت، اليوم بعتمد على نمط رقمنة السياحة في عملية اختيار الوجهة السياحية وفي عمل الحجوزات وفي عملية الدفع الإلكتروني. كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في محافظة الكرك تأسست عام 1845. نورسات الأردن زارت الكنيسة والتقت براعيها الأب الأيكونومس يوحنا حماتي، الذي قدم شرحا مفصلا عن تاريخ هذه الكنيسة في سياق التقرير التالي. الكرك إحدى مدن المملكة الأردنية الهاشمية، تتميز بأنها من المدن القديمة والعريقة، ضاربة بجذورها أعمق التاريخ، وتبعد عن العاصمة عمان ما يقارب 120 كيلومترا. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإداد ونستمد منه الحياة. ما بين قلعة الكرك الأثرية وبين الأحياء والأسواق القديمة في المدينة تقع كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس، تلك الكنيسة التي بنيت على مساحة 3 دونمات و250 مترا مربعا، أقيمت على 6 أعمدة وأسقفها من الأقواس المميزة، يبلغ طولها 12 مترا وعرضها 5 أمتار. يفصل بين الهيكل وصحن الكنيسة الأيقونوستاس الذي يحمل 12 أيقونة مميزة رسمت بفن بلغاري بديع يعود زمنها لعام 1845. تبرعت جمعية يونانية ببناء الكنيسة في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات سيادة المطران ماليتيوس أبو النور الذي قدم في حياته خدمات جليلة للمحافظة. وفي عام 1843
قام المطران أبو النور بشراء قطعة الأرض، وبعد عامين بدأ بوضع الأساسات للبناء الذي استمر لثلاث سنوات. وفي 15 من شهر آب لعام 1849 كان يوماً مشهوداً حين قام سيادته بتدشين الكنيسة وإعلان بدء الصلوات والابتهالات فيها. تحوي الكنيسة من الداخل كتباً للصلوات ومخطوطات وأوان للمذبح، وهي قديمة جداً تعود لعام 1874. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. في لقائنا مع قدس الأب الأيكونوموس يوحنا حماتي راعي الكنيسة، حدثنا عن هذا الصرح الديني العريق وتاريخه البهي، وعن المرافق المجاورة للكنيسة والنشاطات الرعوية فيها. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في مدينة الكرك. هاي الكنيسة المساحة الإجمالية لكل الوقف حوالي 3 دنومات و 250 متر مربع. الكنيسة تقريبا مساحتها الداخلية حوالي 400 متر مربع، مبنية على شكل أعمدة. في عنا 6 أعمدة موجودة في الكنيسة، من 3 من اليمين و3 من الشمال، وهي على شكل العقد، عقد القديم من جوا حجر. الكنيسة تقريبا طولها حوالي 12 متر وعرضها 5 متر بارتفاع 4.5 متر. الكنيسة من الداخل الهيكل في عنا حنية موجودة فيها طبعا الأرحب من السماوات، في عنا كمان المطالبسي الرب يسوع المسيح يناول التلاميذه، وفي عنا طبعا الأساقفة الموجودين فيهم معلمي المسكونة القديس باسيليوس، يوحنا ذهبي الفم، وريغوريوس اللاهوتي، وفي عنا نيقولاوس، في عنا أثناسيوس موجودين في حنية الكنيسة، في حنية الهيكل. هاي الكنيسة طبعاً بتحتوي على 12 أيقونة قديمة جداً منذ بناء الكنيسة في عام 1845. الفنان طبعاً هم من الزيت، الفنان اللي رسمهم للكنيسة قدمهم هدية للكنيسة، وتقريباً الفن اللي بنى اللي رسم فيه الأيقونات هو الفن البلغاري أو الفن الروسي، لأنه الجمعية اللي تبرعت في بناء الكنيسة هي جمعية يونانية روسية زمن المطران ميلاتيوس أبو النور، مطران بيترا اللي كان موجود في هاي المنطقة وبيخدم في هاي المنطقة. تم شراء الأرض في عام 1843 عن طريق المطران هاي المنطقة اللي اسمه ميلاتيوس أبو النور. في عام 1845 بلشوا بناء في الكنيسة لعام 1848. بعد العام 1840 في 15 آب 1849 تم تدشين الكنيسة من قبل مطرانها ميلاتيوس أبو النور. في الكنيسة في عنا أواني مقدسة، في عنا مخطوطات، في عنا صلبان قديم بتحوي هاي الكنيسة طبعا، والأواني الحديثة طبعا هي قدموها مع الثريات، مع كل إشي موجود في الكنيسة قدموه أهل المؤمنين اللي بيخدموا أو بيصلوا في هاي الكنيسة. الرسومات الموجودة في أعلى سقف الكنيسة هي عبارة عن الأعياد السيدية، من عيد قيامة، تنزيل المصلوب، في عنا كمان حياة القديس جوارجيوس، في عنا هون كمان بيحكي لنا عن رقاد السيد العذراء وينبوع السيد العذراء وحياة السيد العذراء بشكل عام.
في عنا في الكنيسة كمان في عنا المريسية، هو بيت ضيافي موجود في الكنيسة بيحوي على مكتب للكاهن، عنا قاعة استقبال رسمية، وفي عنا منامات اللي بتتبع للرئيس الروحي لمدينة الكرك إذا وجد. في عنا قاعة كبيرة وقاعة صغيرة بتخدم أبناء رعية الكرك. في عنا مدارس أحد وعنا شبيبة وعنا لجنة سيدات. مدارس الأحد والشبيبة بيجتمعوا يوم الخميس، ولجنة السيدات كل يوم أحد بعد صلاة الابتهالي للسيدة العذراء مساء. طبعا في عنا كثير طموحات لأبناء الرعية، وأولهم هو بناء خاص يكون إنا مدرسة تابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس في محافظة الكرك، تخدم كل أبناء الطائفة، طائفة الروم الأرثوذكس أو الرعية الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس في محافظة الكرك، بالإضافة لأبناء الكرك. وعندنا طموح أنه يكون عندنا مركز خاص لمخيمات الشبيبة في المستقبل القريب إن شاء الله، بيخدم أبنائنا في كل محافظة الكرك. في عندنا إن شاء الله دراسة أنه كمان المريسية أو البيت، بيت الكنيسة هو كمان أيضا حجر من الداخل، في عندنا فكرة أنه كمان نرجعه زي ما كان أول من الحجارة، والعقد يبين كل إشي يترمم بشكل مناسب. حين الدخول لبيتك يا رب خشوع وفرحة بهية، لمجدك حياة من التسابيح الشجية، يا من بحبك فديت البشرية. أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. خلال ندوة مشتركة عقدت في السفارة اللبنانية بعمان حول السياحة الدينية في الأردن ولبنان، أكدت مديرة مشروع السياحة الثقافية برئاسة مجلس الوزراء اللبناني رولا صيداني أن لبنان يعتز بصداقته مع الأردن، حيث تجمع البلدان الأخوة والصداقة والعيش المشترك، موضحة أن الأردن سباق في وضع تصور لتطوير السياحة على مستوى المنطقة والدول العربية وفي الترويج السياحي، حيث استطاع في الآونة الأخيرة تحقيق قفزة نوعية بالترويج لسياحته. من جانبها قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إن الأردن ولبنان تجمعهما ثقافة مشتركة في كثير من المجالات، داعية كافة المؤسسات في البلدين إلى الترويج في هذا الإطار. وأضافت عناب خلال كلمة لها بحضور السفيرة اللبنانية بعمان تريسي شمعون ورئيس وأعضاء الجالية اللبنانية في الأردن وعدد من المسؤولين، إن علاقات البلدين تتسم بالتوافق والمحبة والتعاون في شتى المجالات، داعية إلى تكثيف الجهود للترويج السياحي وإنجاح السياحة بين البلدين الشقيقين بكافة أنواعها. وأجمع المتحدثون على أن السياحة الدينية في الأردن ولبنان موجودة منذ الأزل في ظل العيش المشترك لدى أبناء المجتمع الواحد. طبعا اليوم لما بنحكي على السياحة الدينية أو بنحكي على المواقع الدينية أو على أهمية الأردن دينيا بحكم المواقع الموجودة فيها، سواء من السياحة الدينية المسيحية أو الإسلامية، فطبعا إحنا عمالنا بنحكي عن مقر الديانات، وبالتأكيد هذا الحكي كمان بينطبق على أراضي لبنان، ف كلنا في هذه المنطقة نحن يعني أراضينا أراضي مقدسة، وطبعا يعني هناك العديد من البرامج اللي ممكن إنه نشتغلها مع بعض في تطوير وفي تعريف في أهمية المنطقة دينيا، وكمان في إقامة البرامج الدينية والسياحية اللي ممكن إنها تعرف أفضل وتجذب زوار أكثر للبلدين سواء الأردن أو لبنان. احتفلت رهبانة الكلمة المتجسدة بمرور 25 عاماً على تأسيسها في منطقة الشرق الأوسط، حيث أقيم قداس إلهي بهذه المناسبة في كنيسة البشارة للاتين في القدس. تفاصيل أوفى في تقرير مندوبتنا مارلين الحدوة. بمناسبة مرور 25 عاماً على تواجد رهبنة الكلمة المتجسدة في الشرق الأوسط، أقيم قداساً احتفالياً في كنيسة البشارة ترأسه الرئيس العام الأب كوستافو، وبحضور غبطة البطريرك السابق ميشيل صباح والمطران مارقوتسو ورئيس المعهد الإكليركي الأب الدكتور يعقوب رفيدي وكاهن رعية الكنيسة الأب حنا سالم
وعدد كبير من الكهنة وراهبات الوردية وراهبات الكلمة المتجسدة والعلمانيين والمدعوين والأطفال. وفي عظة القداس التي ألقاها الأب جوستافو أكد على التواجد لرهبنة الكلمة المتجسدة وبعد مرور 25 عاماً. هو إيمان المرسلين بتجسد الكلمة والسر الذي يميزهم في الخدمة، إلى جانب أنه حجر الزاوية التي تستند عليه ديناميكية الرسالة إلى الأمم. وهذا ما يتطلب كذلك الإيمان بكل ثبات بالعناية الإلهية. والمرسلين في الشرق الأوسط قد استطاعوا أن يروا المسيح في كل شخص يتألم وأن يخدموه بمحبة وتكريم. والعائلة الرهبانية التي تتواجد في الشرق الأوسط، الأردن، فلسطين، مصر، تونس، العراق، قبرص، سوريا وتنزانيا، وقريباً في لبنان والخليج. ويذكر أن اسم الكلمة المتجسدة تم اختياره إكراماً لسر تجسد ابن الله يسوع الإله الذي صار إنساناً، أي إكراماً لما هو أعظم لحظة في التاريخ. ومن ذلك السر اتخذت الروحانية والمثال لكي يتوصلون إلى الهدف المحدد، ألا وهو انثقاف الإنجيل، أي إدخاله في الثقافات لأجل امتداد التجسد إلى كل البشر. إحنا اليوم بنحتفل بذكرى 25 سنة على تأسيس رهبانتنا، على وجود رهبانتنا هون بالأرض المقدسة وبالشرق الأوسط. طبعاً هاي يعني يوم كثير مهم بالنسبة إلنا وكثير حلو، لأنه مش أي حد بيقدر يجي أو مش بسهولة إنه إحنا نيجي هنا كمرسلين كرهبنة أرجنتينية تكون موجودة هنا بالشرق الأوسط. أهم إشي إنه إحنا هنا بالأرض المقدسة، الأرض اللي نولد فيها المسيح. شكراً. قداس اليوم بعني لي كتير إنه 25 سنة لرهبانيتي موجودة هون تخدم بناء الوطن هنا اللي هم من وطن يعني، فأكيد أنا بكون كتير مبسوطة مع رهبانيتي ومبسوطة لرهبانيتي، وبتمنى لها كل الخير ولقدام لحتى دائما تضل تخدم النفوس وين ما كان في العالم، بالأخص بفلسطين لأنه كتير بحاجة. وإحنا مبسوطين وسعداء جدا عشان إحنا عملنا القداس عشان 25 سنة من الرهبانية الكلمة المتجسدة هون في الأراضي المقدس. كل عام أنتم بخير. اليوم نحتفل بحضور في الأرض المقدسة من 25 سنة، نعمل اليوبيل الفضي، فنشكر الرب من أجل كل النعم والخيرات اللي هو أعطتنا إياه، لأنه بالفعل هو كان كريم جدا جدا. في سنة 1993 إجا أول كاهن أبونا مارسيل من رهبانتنا، ومن هون إن بدأنا وفتحنا أديرة مختلفة في كل المنطقة، فنشكر الرب من شان هاي النعمة. أنا من رهبانية الكلمة المتجسد أرجنتينية، واليوم نحتفل هون بالجلة ب 25 سنة من وجود الرهبانية على الأرض المقدس، من وين وصل هون من 25 سنة خوري واحد، وهلا نشكر الله نكون موجودين على الشرق الأوسط في 40 إرساليات. وبعد القداس أقيم استقبال في ساحة الكنيسة وعشاء في قاعة الرعية لجميع المدعوين. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة سيدة البشارة بيت جالة. في لقاء خاص أجرته نورسات الأردن، رحبت سفيرة لبنان لدى المملكة تريسي شمعون بإعادة فتح معبر نصيب الحدود بين سوريا والأردن، وقالت إن فتح الحدود هو إنجاز هام بحد ذاته ويصب لمصلحة لبنان كما الأردن. أظن إنه هذه بداية مرحلة تطبيع بالعلاقات الإدارية، ما رح أحكي سياسية، بس العلاقات الشعبية والسياسية والاقتصادية بين هالبلاد الثلاثة، لبنان وسوريا والأردن. ونحن بحاجة اليوم أنه نرجع نفتح كل هالفرص يلي تسكرت على عدة سنين وكمان دفعنا ثمنها
بالوضع الاقتصادي اللي عم نعاني منه اليوم، يعني غلية العيش والأسعار طلعت وكل هالأشياء اللي اليوم عم نعيشها بصعوبة بسبب هالحصار الجغرافي رح تتسهل كتير. وأكدت شمعون أن لبنان عانى الكثير جراء إقفال معبر نصيب، وأن المزارعين اللبنانيين تكبدوا خسائر كبيرة جراء هذا الإقفال، مبينة أن هذا الحصار أضر باقتصاد البلدين في ظل الأوضاع الصعبة في المنطقة. صراحة الحصار الجغرافي سبب علينا ضغط كتير اقتصادي، ضغط كبير اقتصادي بالأخص للمزارعين اللبنانيين يلي هن بيتكلوا كتير على طريق البر ليوصلوا البضاعة اللبنانية بوقت سريع للأردن وللخليج، لأنه المعبر هو مفتاح أو باب للخليج وللشرق. وحول السياحة وأثر هذا القرار على تنشيطها بين البلدين، ركزت السفيرة شمعون على ضرورة تنشيط السياحة الدينية لما لها من أثر إيجابي وداعم للعلاقات الثنائية والاستقرار في المنطقة. في موضوع أنا بهمني كتير اللي هي هو موضوع السياحة الدينية. نحن نشتلق لما منعيش هون بالأردن بالأخص أنه عايشين على الأراضي المقدسة، فبالزمان ما كان في حدود بين بعضنا، شعب كان واحد كان بيقدر يتنقل من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر بدون أي صعوبة وعلى القدس وإلى آخره. فهيدي مشكلة عم نعاني منها اليوم، في انقسامات سياسية وإلى قيمتها أكيد، ولكن بين البلدين لبنان والأردن لازم يكون في عن جديد هالتبادل بالتجربة بالسياحة الدينية يلي هي مهمة كحج بين البلدين أو إسلامي أو مسيحي، لأنه في تراث كبير وفي مرجعية كتير كبيرة لهالأديان بهالبلدين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لختام نشرتنا، وقبل الختام نذكر بأبرز العناوين. الراهبات الكمبونيات في عمان يحتفلن بعيد مؤسسهن. الأردن يحتفل بيوم السياحة العالمي. كنيسة القديس جوارجس في الكرك ضمن حلقات كنيستي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابع موقعنا الإلكتروني www.nusajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.